احنا هو 28. صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقه جديده من برنامج الديربي. نتمنى ان شاء الله حلقتنا اليوم تحوز على رضاكم. ما في شك اليوم عندنا اكثر من موضوع. البدايه طبعا مباراه منتخبنا الثانيه اليوم الصبح ان شاء الله الساعه 11، مباراه هامه، مباراه مصيريه للازرق لتحديد موقفه من المجموعه امام شقيقه البحريني اللي تعادل مع تايلاند في المواجهه الاولى، اضافه الى ايضا موضوع عدي الصيفي وموضوع ايقاف السالميه عن التسجيل، ايضا موضوع مهم. ناهيك عن المواضيع الاخرى اللي راح نناقشها ان شاء الله خلال الحوار مع ضيوفنا ومحللينا اللي نرحب فيهم. على اليمين الاعلامي القدير والعزيز مطلق نصار، بجانبه اللاعب السابق الكابتن نواف المطيري، على اليسار مدير الكره السابق في النادي العربي اخوي خليل البلام، وبجانبه زميلنا الاعلامي خلف العنزي. صباحكم الله بالخير جميعا. صباحكم. يا اهلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. نشكر كل من يتواصل معنا ويثري البرنامج ايضا بمداخلاته. الشكر موصول ايضا لرعاتنا وداعمينا شركه شانغان للسيارات، بن العميد مشكورين، شاورما بن عمي مشكورين، مطعم بس كباب مشكورين، البنك الاهلي الكويتي مشكورين، دير اندير، معرض بريمير سبورت، وكلاء جيفو وزيوس في الكويت، معرض اسد الملابس الرياضيه، ومتادور ديزاين. قبل لا ابدا في ملاحظتين بس. النقطه الاولى احب ابارك لكل زملائي، مو زملائي، اعزائي واخواني المدرسين اللي يعني حصلوا على الثقه ب يعني حصولهم على وظائف اشرافيه، منهم من اصبح موجه، منهم من اصبح موجه اول، فابارك للجميع بدون استثناء صراحه. والتهنئه ايضا موصوله لزميل عزيز لنا في اذاعه 360 اف ام اخوي العزيز الدكتور عبد العزيز فيصل، ايضا مبروك يا دكتور ومبروك للجميع. النقطه الثانيه احب اوجهها ايضا للاخوان في وزاره الاوقاف. بلغوني بعض الاخوه المصلين في مسجد الايوب في منطقه الاندلس قطعه 10 ان برادات الماي حاره، وتعرفون فصل الصيف يوم الجمعه عاده يروحون يصلون ايضا الظهر صلاه الجمعه، فالمره اللي فاتت ايضا اختربت والاخوان جزاهم الله خير على طول مباشره ثاني يوم صلحوا البرادات. انا اعتقد يعني موضوع برادات المياه في المساجد يعني محتاجه الى صيانه على مدار يعني الشهر، مدار السنه. اي بالضبط بالضبط. حتى ايضا يعني بالنهايه في اخوه كبار بالسن، في اخوه مقيمين يعني ما يقدر مثلا يجيب وياه في بعض الاحيان يعني، او يشتري من البقال مثلا حسب حالاتهم الماديه. فلذلك نتمنى من الاخوان يعني الالتفات في وزاره الاوقاف لهذا الموضوع. ابدا بمباراه منتخبنا ان شاء الله اليوم امام شقيقه البحريني. بدايه عندنا كم كلمه من بعض الزملاء الرياضيين حول مباراة منتخبنا، عندهم رسالة أيضا وعندهم رسالة تشجيع ما في شك للاعبين قبل المباراة الحاسمة والمهمة اليوم إن شاء الله أمام شقيقة البحريني في دورة الألعاب الآسيوية في الصين. طبعا أتكلم عن المنتخب الأولمبي. نشوف مع بعض وبعد ذلك سنعود. شامان، ابي توقعاتك باكر مباراه منتخبنا الاولمبي امام المنتخب البحريني. ان شاء الله باذن الله فايزين ان شاء الله 3-1. والله ان شاء الله يطلعون من الكبوه اللي مروا فيها مع المنتخب الكوري، ان شاء الله يحققون نتيجه ايجابيه وان شاء الله يحققون الفوز ويردون على كل الانتقادات. نتيجه قاسيه من كوريا، لكن اكيد ان لها هناك اللاعبين اكيد مروا بظروف ويمكن ارهاق التصفيات الاسيويه، ان شاء الله يحققون الثلاث نقاط ويتاهلون من المجموعه. والله شوف مباراه صعبه، يمكن شفنا المباراه الاولى اللي هي ضد كوريا نتيجه نقول صعبه حيل على المنتخب. نتمنى ان يتدارك النتيجه هذه يعني ويطويها صفحه وراحت، وانه يركز على مباراه البحرين ويقدم ان شاء الله مستوى يعني يليق سمعه الكره الكويتيه باذن الله ان شاء الله. وكلنا ثقه في المنتخب الاولمبي ان شاء الله. نتمنى من الجماهير لا يكسون عليهم في غيابات، في يعني بعض اللاعبين مو متواجدين، وان شاء الله قدها باكر ان شاء الله وقادرين ان شاء الله على الفوز باذن الله.
صباحكم الله بالخير. شكرا. طبعا هذا كان لقاءات سريعه، كانت هذه لقاءات سريعه مع بعض اللاعبين السابقين او الحاليين او اللي موجودين ورسائلهم لمنتخبنا الاولمبي. ابدا مع العم بدر. يعني مثل ما ذكروا الاخوان اللاعبين، نتيجه المباراه الاولى كانت قاسيه، لكن مثل ايضا ما ذكروا الاخوان كلنا ثقه ان شاء الله فيهم ان اليوم يظهرون بصوره مختلفه. ايضا مثل ما قال الاخوان ما نبي نكسي عليهم، متفائلين ان شاء الله ومتاملين منهم تحقيق نتيجه طيبه ان شاء الله اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ارحب باخواني المشاهدين وايضا بزملائي الموجودين في الاستديو وفيك ابو سعود، مشكورين على الدعوه. بلا شك يعني يبقون هذول عيالنا وهذا منتخبنا الوطني، مثل ما فرحونا من خلال تاهلهم الى التصفيات النهائيه لكاس اتحاد اسيا تحت 23 سنة، وفرحة يعني فقدناها فترات طويلة. صحيح أن الجماهير الرياضية ميراضية على المستوى الأداء، يعني كنا نتوقع أن يقدمون مستوى أداء، لكن إحنا نعرف الظروف اللي مر فيها الفريق. يمكن أخوان اللاعبين اللي تم تكلموا يعني وفوا وكفوا في هذا الجانب. إحنا ننسى المباراة الأخيرة، صحيح أنها لها صدى كبير يعني في الشارع الرياضي، ولكن أيضا أنا أعتقد أن هذه الرياضة خسارة وفوز. احنا مو ضد الخساره بالعكس، لكن احنا ضد الخساره الثقيله وايضا الاداء. يعني انت مرات تخسر وتادي وتضيع وتقدم مستوى، لكن يعني لا اداء ولا نتيجه. لكن عموما احنا يعني نتخطى هذا الجانب، واحنا عندنا ثقه كبيره في لاعبينا، واعتقد انها في مجال للتعويض. عندك مبارتين اذا كانوا هم قادرين على يعني نسيان المباراة الأولى، وباستطاعتهم إن شاء الله عندهم فرصة للتأهل بالفوز إن شاء الله على المنتخب البحريني. نعم فريقين على مستوى عالي أفضل منا إعداد وتجهيز وبشكل كبير. إحنا إذا إحنا بنقيس إعداد منتخبنا الأولمبي حقيقة يعني أنا أعتقد لاعبين ظلموا هذا المنتخب، ظلم بشكل كبير. أنا دائما أتذكر استعدادات المنتخب برشلونة وأنا كنت وياهم ويدرب اخوي ابو انور، ايضا منتخب سيدني تم اعداده على اعلى مستوى. الرجل كنا نلعب يعني يكفي ان منتخب البرشلونه لعب مع منتخب العالم، تصور منتخب العالم في ايطاليا، وغير وغير المنتخب سيدني لعب مع اي سي ميلان وتشيلسي وراح هولندا وراح انجلترا وراح دول كثيره. فبالتالي انا اعتقد ظلم في مرحله الاعداد، لكن ان شاء الله عندنا ثقه في اللاعبين، وان شاء الله اذا تكمل الفريق امور كثيره حقيقه يحتاج هذا الفريق، فنتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. مبارك، يعني الجميل في المباراه انها يعني تاتي في وقت ان الامل لا يزال موجود. يعني مباراه مو والله مثلا تحصيل حاصل، فزنا خسرنا ما راح تاثر، لكن اليوم الجميل ان هذه المباراه هي مباراه مصيريه وهي اللي تعطيك الامل. بالبدايه ابو سعيد انا سعيد ان اكون معك واكون مع اخواني الكبار باول ظهور لي، العم ابو بدر والعم ابو انور واخوي خلف. أنا بتكلم من حيث انتهى أخوي بدر. المنتخب الأولمبي هذا يعني أنا وجهة نظري المتواضعة أنها ضحية ظروف بالخمس سنوات الأخيرة من سيستم ونظام دوري تأهيله قبل وصوله إلى الفريق الأولمبي، ضحية عدم مشاركة أغلب اللاعبين بالفريق الأول، ضحية الإعداد السيء اللي صار. إحنا ما بنحمل الجانب الأكبر مثلا على الاتحاد، نعم الاتحاد وقف الدوري كان يحاول أنه يعد الفريق اكثر واكثر لكن الوقت ما سعفه، لكن بنفس الوقت نرجع على التحضير الفريق اللي صار من بدايته من وصول المنتخب الاولمبي من خلال دوري مسابقات، دوري شباب ضعيف جدا، دوري من قسم واحد، اغلب اللاعبين خلال الثلاث سنوات الاخيره يلعب بالموسم 19 20 مباراه. يعني هذا احنا لا نحمل الجانب الاكبر للاتحاد، ان الاتحاد هو لا، في جانب اكبر الاتحاد وفي جانب على اعداد اللاعبين بالانديه. المنتخب هذا الموجود احنا من فرحه التاهل قاعدين بالاستديو هذا كنا نقول لا نبالغ بالفرحه، منتخب جيد، منتخب لا نوصله لمرحله من الضغوط ان انت داش البطوله لازم تحقق، وانك وكان نتيجه المباراه صدمه. انا وجهه نظري اقول لك الفريق هذا يحتاج صبر، وحتى مباراه باكر اخذ البطوله هذه كنوع من الاحتكاك مع منتخبات قويه، الاستفاده من المباريات هذه. انتم عيالنا، الثقه فيكم كبيره، يقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لا نحملهم ما لا طاقه لهم به، هذا اللي بوصلها انا ابو سعيد. طيب وان شاء الله انهم يقدمون نتيجه ايجابيه باكر، وان شاء الله بنفرح وياهم ان شاء الله. بنور يعني اليوم احنا 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 اللي نطلبه منهم نبي اداء مشرف. صحيح. يعني نبي خلينا نخسر مثل بالضبط. ما قال مبارك بالضبط، بس احنا نبي
يعني نشوف فريق الان بالضبط. فاليوم ايضا الجانب الاداري دور مهم. انت اداري انا قاعد وعشت مثل هذه المراحل صح. وهذه التجارب. فاليوم والجهاز الاداري لله الحمد فيه يعني جراح العتيجي شخصيه لاعب سابق يعرف مثل هذه الامور، فبالتالي يجب ان يعني عليهم دور ان يطلعهم من هذه الخساره. صحيح. شوف انا رسالتي راح اوجهها للاعبين، اطلعوا من الكويت في فرحه كبيره، وتمت الفرحه معاهم هذه الى 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 مباراه كوريا. صحيح ان في اخطاء فنيه يتحملها المدرب، يعني انا اشوف العالم كلها اللاعبين واللاعبين، المدرب يتحمل اخطاء، المدرب كان له اخطاء كثيره يتحمل يتجاوز هذه الاخطاء. الفريق انا رسالتي لكم يا عيال ان انتم طلعتوا فرحه ورحتوا وهذه شوك صارت لكم، انسوا 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 انكم قدمتوا هني تاهلتوا تعادلتوا مع الفريق العراقي الشقيق، وان هناك خسرتوا الخساره هذه. انتم راح تلعبون مع البحرين وراح تلعبون مع تايلاند، واحنا المجموعه يتاهلون الثلاثه اول ثاني ثالث المجموعات، وانا ان شاء الله اذا لعبتم واحنا نقول لكم يعني احنا بعض ساعات نقول حق اللاعبين بعض الاحيان استانسوا باللعب، العب استانس زين. فانت اليوم استانسوا، متعوا نفسكم ومتعوا المشاهدين ومتعوا جماهيركم، لعبوا لا تخافون. صحيح ان المنتخب البحريني عاد نفسه ومعه ثلاثه فوق السن نعم زين، لكن هذا ما يعني احنا دائما الفانيلا الزرقاء وشباب الازرق كلنا نتامل فيهم ان شاء الله الخير، وانا اقول لكم يا رب ان شاء الله الله يوفقكم باكر زين. عندكم لعبتين، عندكم البحرين وعندكم تايلاند، وان شاء الله تاهلون ان شاء الله والله يوفقكم ان شاء الله باكر. خلف يعني نتيجه المباراه الاولى التعادل اعطتنا اليوم فرصه اكثر، يعني لو فايز طرف فيهم اعتقد الوضع يمكن شوي صعب، خاصه لو فايز المنتخب البحرين يتعادل، بالتالي التعادل هم يعطيك ايضا امل اخر بانك انت قادر على تجديد الامل بالتاهل. صحيح سعود، احنا عندنا فرصه كبيره. تفضل بانوار قال الاول والثاني والثالث، هو الاول والثاني دايركت، الثالث مو بنسبه 100% افضل اربعه نعم. من السته يعني بنسبه خلينا نقول 70% حتى افضل، يعني نسبتك انك تتاهل كبيره. اللعيبه ما لومهم على خساره منتخب كوريا بهذه النتيجه، ملامين بعض الشيء، لكن خساره متوقعه نظرا للفوارق الفنيه والبدنيه الكبيره. فهدينا على اللاعبين قلنا فوارق كبيره، منتخب اجهز منك ومرشح للميداليه الذهبيه وعنده لاعبين فوق السن، ونتفق الشارع الرياضي يتفق ان في فوارق كبيره اشد المتفائلين في المنتخب. ما كان يحلم ان هذا المنتخب يفوز على كوريا، هذا واقعنا، لكن باكر تلعب مع منتخب البحرين ما في فوارق كبيره. انا اختلف، ما في فوارق كبيره، باكر على لاعبين منتخب الكويت ان يظهرون بصوره رجال يقاتلون داخل الملعب للحصول على ثلاث نقاط. انا اعتقد انه غير مقبول باكر انك تخسر من البحرين، البحرين مو بعيد عنك لا من دوري ولا من تجهيز. منتخب الكويت هم لا يفكروا بالنتيجه عشان لا يدشون يدشون خلي يقاتلون في الملعب خلي يقاتلون اللاعب يدون اللي عليهم. منتخب الكويت تم اعداده واعداد جيد، لكن اختلف على المباريات الوديه اللي لعبت في المعسكرين. منتخب الكويت راح في بطوله في قطر السنه اللي طافت لعب وراح معسكرين خارجيين، راح سلوفينيا وراح تايلاند، لكن لما تلعب لي في سلوفينيا مباراه ونص تلعب لي في تايلاند مباراتين، هذا خلافنا. العب مباريات على مستوى عالي، العب مباريات اكثر عشان اللعيبه ما ينصدمون في مثل هذا النوع من المستويات والفوارق الكبيره. لكن تم اعدادهم وباذن الله باكر سعود انا متفائل، فوزنا يقربنا من بطاقه التاهل، بطاقه التاهل مو مستحيله ان شاء الله. والجميل دوري البحريني اللي راح نواجههم باكر بعد يومين راح يبلش. نعم. لعل وعسى يكون هذا ممكن في لعيبه ما ادري ما يكملون، او اللعيبه المستدعينهم هل هم الثلاثه مو مهمين لانديتهم؟ نعم. هذا طيب. يعني يوضحون هالجانب البحريني. ابو بدر تفضل. خلاف الفرق بين المنتخب هذا والمنتخب اللي تفضل فيه اخواني الكبار اللي هو منتخب سيدني، منتخب سيدني تسعه منه يلعبون هم منتخب الاول اساسيين. يعني مرايح الاولمبي اساس يستفيد من المعسكر ويحتك فرق قويه. منتخبنا اللي وراه اللي كان غابه قوسين مع عمان كنا سبعه نلعب منتخب اول، هذا المنتخب يمر بظروف خاصه، ظروف انه ما قاعد يلعب بالنادي وقاعد تاخذه بالسنه مره مرتين يلعب مباراه او يلعب له شوط ويرجع ثاني مره. فالاحتكاك بدوري 19 غير الاحتكاك مع منتخبات على مستوى عالي مثل كوريا واليابان. صحيح. وبدر تحتاج حلول، اتمنى تناقشونها، تحتاج حلول ان شاء الله. يعني ما قاعد يلعبون اللاعبين، لازم حلول. نعم. وبدر اليوم انضمام بندر وبدر المطيري، ما ادري انت وجهه نظرك، هل
الوقت يسعفهم أن يشاركون يقدرون يعني. مباراة العربي كانت أول أمس، الرحلة يقال بأنها تقريبا تعادل يوم كامل. هل 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 تفضل إشراكهم من البداية مثلا؟ هل تفضل راحتهم مشاركتهم في الشوط الثاني؟ والله شوف عبد العزيز، خلينا نكون واقعيين يعني. لا نملك اللاعبين اللي يغير لك نتيجة المباراة، واللاعبين اللي يعني يكون لهم دور مؤثر في الفريق. بندر مو مؤثر يعني. في ظل لا في ظل انا اتكلم عن في ظل منتخبنا الحالي، انا اعتبره يعني منتخب متواضع بالنسبه للاعداد، بالنسبه لي يعني مثل ما يعني لاعبين يعني ما قاعد يشاركون بفريقهم الاساسي، تعدهم بالمنتخب ويرجعون انديتهم ويقعدون اثنين او ثلاثه بس فقط يلعبون، يمكن الاغلبيه يقعدون على المدرج. هذا طبعا السياسة أنا أعتقد أحملها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأنا دائما أقول الأندية الآن هي التي تدير المشهد الكروي، خلينا نتكلم الرياضي بشكل عام. أنا أعتقد أن في فترات من فترات كثيرة أخوي أبو أنور كان أحد أعضاء مجالس الإدارات، كان الاتحاد الكويتي لكرة القدم يسمع، يقعد مع الأندية، يقعد شو اللي يبونه ما يبونه، لكن القرار الأخير للاتحاد هو الذي يصدر القرار. اليوم الان نجد وحنا يحطون اعذار والله ان الانديه اللاعبين اصبح الان بينهم وبين الانديه عقود وكذا، هذا دور الانديه المفترض. هل مصلحه النادي افضل الاولويه؟ لا، او مصلحه المنتخب؟ احنا كلنا نقول مصلحه المنتخب. هذا المفروض الان الاتحاد الانديه تتعامل بهذا المنطلق، لا تتعامل بان هذا المنتخب هو منتخب الاتحاد الكويتي لكره القدم، هذا منتخب الكويت، فبالتالي يجب ان يكون هناك تنازلات في إعطاء اللاعبين حقهم، وأيضا منحهم عندما تتم استدعائهم من الاتحاد الكويتي أو منتخبات الوطنية يعطونهم. يعني اللي حصل أيضا هذا في الفترة الأخيرة في المباراة الأخيرة، يعني للأسف يعني هناك تسامح كثير الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع بعض الأندية الرياضية اللي لم يشاركون لاعبينهم الأساسيين. وأنا ما أقول لو شاركوا هذيلا راح نفوز، إحنا ما راح نفوز يعني، مستحيل يعني نفوز على المنتخب كوريا لأسباب كثيرة، لكن أنا أعتقد أن اللاعبين اللي تم استدعاهم أو عدم ذهابهم إلى المنتخب لم يشاركوا. هذا بدر المطيري ما شارك، بندر احتياط، بندر سلام شارك في آخر 10 دقائق، عبد الرحمن الكميل أيضا لم يشارك. فأعتقد أنه يجب أن يكون هناك في تعامل أكبر، ويكون للاتحاد الكويتي هيبة أكبر في أن يفرض رأيه، لأنه الاتحاد الكويتي هو اللي يخطط للأندية. نعم تعطي آراء، لكن القرار الأول والأخير للاتحاد، ويجب أن تتعاون الأندية مع الاتحاد. وبدر أنا يعني بس أوضح نقطة، هو لازم يكون في تفاهم وعلاقة ودية وطيبة بين الأندية والاتحاد، أما فرض ما يقدر يفرض الاتحاد الحين، لأن اليوم أنت قانون بالفيفا، قانون رسمي خارج مباريات مو رسمية، خارج نطاق الفيفا دي ما تأخذ لاعبي، القانون معاي، رتب الأمور ما تقدر. بس كلام أنت بعلاقات طيبة، إن اليوم هذا مو أنا مو محترف أبي أفرغه حق ما يخالف ديرته، ما يخالف فهمني بوين أنا معاك بدر. أنا أدري أنا ليش أقول علاقة حق بلدك يعني أنت أدري. اليوم هذا حق ديرتك، حق دولة الكويت، حق منتخب الكويت، لكن إذا صار شيء. إذا صار في علاقة فيها فجوة بين الاتحاد والبعض الأندية، أنت لازم تصير علاقتك طيبة بعد الأندية، لازم تصير علاقة طيبة بعد الأندية. زين اليوم انت لعبت، ما وفرت لهم ملاعب، ما وفرت لهم امكانيات، ما وفرت لهم شغلات، زين بديت الدوري مبكر، زين هذه الامور يمكن تاثر بعدين. انا يعني مثل ما قال ابو بدر، انا نقطه واحده يعني، انا كل هالهي اللي ما صارت على مهدي دشتي، استغفر الله، يعني لاعب صغير توه يعني، والله لو راموس مع احترامي له يعني لاعب ما اعطوك اياه السالميه، قامت الدنيا اثنين بالعربي عندهم مشاركه، خلصوا مشاركتهم يوك، ماكو مشكلة، أنا أشوف ماكو مشكلة، هذا مو عذر، هذا مو عذر، أنا بنظري مو عذر، أخذوا منك، أنت كان بإمكانك تروح حق فوق السن اللي ما يلعبون مع أنديتهم، في ناس ترى فوق السن ما تلعب مع أنديتها، أخذهم، أنت ما 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 تحركت. هذا مو دور ما تحركت، دورك أنت الاتحاد، دور المدرب، المدرب يقول لهم ترى أنا محتاج اللاعب
ابي هاللاعب ابي اثنين مثلا فوق السن. المدرب المدرب بعده يعني هم لازم هو يتحرك المدرب. المدرب انا اشوفه الحين انا ما اعرف حتى السيفيه شنو ما ادري عنه. باكر لو فرضوا عليه قال والله المدرب فرضوا علي لاعبين انا ما بيهم مثلا خلاص هذه هو لازم هو لازم بس في نقطه مهمه ابو انور احنا خلينا نتكلم عن واقع الرياضه بالكويت. احنا المنظومه الرياضيه في الكويت مطلوبه كلنا نعرفها انها منظومه يعني متراجعه بشكل كبير طبعاً. انا ليش لما اقول لك التعامل مع الانديه الان احنا بالكويت لما تقول لي والله الانديه لازم التعاون مع الاتحاد او الاتحاد يتعاون مع الانديه صح. هذا امر واجب اكيد, أكيد. احنا ما نبي نقيس نفسنا في دول اخرى صح. هناك الرياضه عندهم رياضه على مستوى عالي فيه اهتمام دعم صح. حكومي صح. احنا يا رجل احنا نواجه مشاكل رياضيه بالتفرغات بالدعم المالي بكل شيء زين لا نجد احد يحلها الان. انا لو سؤالهم بس لو بسالك انا سؤال وزير الشباب احنا سمعنا صوته او طلع في تغريد في تصريح او حل مشكله او اجتمع مع اتحاد او قعد مع اعضاء لجنه او راح نادي زاره. هذا الان صار من التشكيل الوزاري ما حد يدري عنه. الوحيد اللي تحرك فيها اخونا في الهيئه العامه للرياضه برئاسه اخوي يوسف البيدان هم اللي قاعد يقوم. لكن ايضا وصلت مشاكل صار نوع من التنافر بين بعض الهيئات الرياضيه والهيئه. كان المفروض الوزير كله دور ايضا. انا مرات اختلف مع اخوي عبد العزيز يقول لي الحكومه ما لها شغل. لا, لا لا الحكومه تلعب دور كبير الان صح. اليوم احنا ما نتكلم عن وضعنا. سمعني عبد العزيز يعني كل دول الحكومه قالت لك عبد العزيز قالت لك الانديه لا تحكم. راضي على الوضع الرياضي بالكويت؟ انت راضي على الوضع الرياضي؟ ما تتكلم الان من 5 سنوات 6 سنوات لا ما حد راضي عليها. طيب ليش مو راضين؟ لان الرياضه قاعد تصير بالطريقه الخاطئه. من اللي يصلح الرياضه؟ من اللي احنا ما نقول يفرض ولا نقول, لكن ايضا يكون هناك في تحرك صوت من الحكومه للاجتماع يعني مؤثر. انا اذكر في فتره من فترات كان هناك تراجع في المستوى الرياضي في سلطنه عمان عندما استلم السلطان هيثم الحكم. استدعى لما صار أزمة مالية وأزمة خلافات وكذا اجتمع طلب اجتماع مع كل رؤساء الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة ووزير الشباب وقعد وياهم في 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 بس أنا قاعد أقول لك يعني أنا أعطيك مثال حل مشكلتهم وقال لهم أنتم شنو مشاكلكم؟ قالوا مشاكلنا كذا كذا مالية وكذا حلها بلحظتها. لكن قال انا ابي انتظر منكم نتائج اي انخفاض او تراجع في المستوى انتم راح تتحملون المسؤوليه. مع السلامه مشوا. هذا وصلت احنا نبي انا اعطيك شلون بعد ساعات القائد يصير مرن. امسي على بالخير اخ يوسف البيدان ابو عبد الله ابو بدر خليك معاي بهالنقطه. صار لنا تمسي احنا نصيح على الاحتراف الفلوس زيدوها شنو كان الرد؟ الرد من منه؟ الرد لينا احنا كنقاد وكرياضيين من الحكومه ها طبعاً. من الماليه اي طبعا. يوسف البيدان شلون يابها؟ انت شلون يابها؟ ذكاء. سوى مناقله داخل هيئته ياب الفلوس وفر ياب فلوس. سوى مناقله يعني. ما قال الماليه ما تعطي كل نادي 200,000 دينار خلال اسبوع. اجتمع مع اعضاء مع وكلاء الوزاره وياه سووا مناقله وياه بكل فلوس اوكي. وين احنا سنين كنا نصيح صح والله عذر الماليه ما يقدر الهيئه العامه ما تقدر تتحرك اذا ما كان في دعم حكومي لها من وزاره. انا ما اقصر والله يا عمو بدر الحكومه انت اليوم 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 هل مثلا يا رئيس اتحاد اي لعبه كانت ما اتكلم عن اي لعبه يا قال يا جماعه هذا مدرب انا سيفيا مدرب منتخب البرازيل وماخذ ميداليه اولمبيه وما ابي حق منتخبي اي لعبه كانت يا مدرب ايطالي مدرب اي ما يقولك لا هل قدمها اتحاد معين اتكلم سله طائره يد يا رجل اليد رايحين جايبين مدرب ما ادري من وين عشان انت جيب مدرب زين سيفيا زين ما توفق يا ابو بدر او الحكومه رفضت انه تقول يبا هذا ما نبي احنا المدرب ميزانيته غاليه او مبلغه غالي هني تلوم الحكومه اللي لكن عبد العزيز يا ابو عم بدر انا اتكلم انت كاتحاد عن حل مشاكل انا ما اتكلم عن يا عم بدر مشاكل تتعلق باللاعبين بالميزانيات الملاعب حط ميزانية قاعد يصير انت الان الملاعب هذا اللي الدوري كل سنه هذا مشكله جديده الان بس طلعت
ما كل موسم بداية موسم لازم المشكلة أن الملاعب مصالحة صحيح. زراعة طبيعية زراعة نبتة الملاعب الأندية يعني يعقل الآن النادي العربي يروح يتدرب لي يأخذ لي ملعب فرعي في نادي النصر أو الساد جابر أو والأندية وكاظم وكذا وهذا حالتنا بس بدأوا بحلها كل سنة تكرر المشكلة طيب من يحلها من يحلها وهذا دور الدولة ودور الحكومة هو الحكومة أنت اليوم إذا ما أتكلم على مستوى الحكومة لا قدرت الهيئة تحلها وهذا ما يصير ليش حطانا هيئة أو لجنة أولمبية وزير شباب ما يصير مشكلة تكرر كل سنة خلي يحلونه من اللي يحلها إحنا هني يا ترى الدكتور دهجر كيبي أصبح عليه بالخير طيب قال في ملعب للعربي طيب وفي ملعب القادسية وأستاذ جابر راح تشوفونه غير هذا الحكي ترى قبل بدأنا الحين سنة وشوي صار تغير شيء هذا المشكله مو من يعني لازم نعرف شنو المشكله ليش ما صار خليكم على حد من المسؤولين طلع البيدان طلع الهواء مباشره وقال عن مشكله ارضيه فانتفى لا بيتكلم عن مو الاخ دعيج الدكتور دعيج هذا قبل قال ملعب العربي في جابر الاحمد او الحين بس وفي ملعب بالمطلع الحين هيكل وهندسي موجود لكن على ارض الواقع ماكو شيء انا اكلمك عن العربي قالوا بالعربي نفسه إيه لا في استاد جديد شلون لا هذا قصه ثانيه لا في واحد بالمطلع وواحد صالح احمد طلع الشيخ حمود مبارك مس عليه بالخير يوم تمس طلع قبل سنتي وحط الكروكي وحط الدنيا إيه كلها شكل هندسي فقط اما موضوع لا قالوا العربي قالوا في محول وفي العربي القادسية في موانع غيروا مكان قالوا ودوا بالمسعود قالوا سوالف مسعود بخصوص تكلم عنها بدر نقطة مهمة جدا وهي اكبر عائق للاندية ترى حتى المنتخبات بس الاستاد مكانه ما طلع من المنصورية هم لقوا حل قالوا ودينا العربي بالملعب عاد شو يسوون فيه ما ادري هذا كلام الدكتور دعيج الكيب اي كملاعب كملعب اي ملعب 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 العربي راح يصير الاستاذ بالمطلع او بالمطلع ما ادري والله انت يمكن عندك شوي والله هذا كلام الدكتور مو كلام شوف كملاعب و و و نفس نادي الاهلي نفس نادي الزمالك عندهم افرع في مصر لكن الاستاذ وين؟ والله ما ادري مكانهم كلام الدكتور دعيج الاستاذ العربي بالعربي نعم. تقام عليه بس مباريات فكرة نعم. دكتور دعيش كانت العكس النادي في مكانه واستاد كرة القدم في الأماكن نعم. البيت طيب. كانت فكرة راح أحييك على موضوع الأرضيات بعد الفاصل بعد الفاصل والله مبارك أروح بس موضوع وصل لي توضيح من الأخوان لأن المناقلة حتى موضوع مناقلة ترى هم لابد أن تتم بموافقة وزارة بس سواه ولا ما سواه نعم سواه بس لازم أيضا لا تضرب ميزانية ولا شيء نعم يعني هذا دلالة على تعاون حكومي في هذا الموضوع ومرونة في بس وفرنا 20 مليون أنا ما أتكلم عن توفير أتكلم أن الأمور ما تصير إلا موافقة الحكومة وموافقة الوزارة وين هم الأول ما سووها طيب أروح لفاصل صباحكم الله بالخير ابو مبارك تفضل كانت عندك نقطه بتكلم الحين تهل اخوان ابو سعيد لما لو تجيب افضل مدرب بالعالم من الحين كره القدم تجيبه ما عنده الادوات انه يسوي لك منتخب مثل ما قال العم الصار احنا نعاني من نفس المشاكل من ايام ما كنت العب كره انا بطل من 8 سنين نفس المشاكل مشكله تفرغات مشكله ملاعب مشكله محترفين مش حالك محترفين اي كلام يعني ما يضيف للاعب الشيء الكثير احنا بنفس المشاكل نحتاج منظومه كامله وخطه لمده 10 سنوات ترسم خارطه الطريق لك عشان تنهض بالرياضه جيل العم قبل لما كان مع الفريق كان ينافس كل اسيا جينا احنا وراه ننافس على مستوى الخليج الجيل اللي ورانا مو قادر ينافس مع دول الخليج واللي جاي قاعد ينزل الناس قاعد تصعد انت بنفس مكانك فانت الحين كره القدم اليوم عمل مو بيوم وليله المشروع السعودي جنب سنه الحين قلنا ننظر لابطال اسيا انها اسهل من الدوري السعودي بمراحل والسبب شنو؟ وجود دوري، وجود محترفين، وجود ملاعب، انت مو بس احط ملاعب وادفع فلوس انا ممكن انجح، لا الموضوع يحتاج تخطيط، يحتاج استراتيجيه معينه وما راح تاخذ نتائجها بيوم وليله، تاخذها بعد 5-6 سنين. نعم، تفضل خلف. والله موضوع مهم مبارك بدي اكمل عليه بس خليني ارجع على نقطه الارضيات طلع سيد السلبدان شفت انا مقابلته الارضيات مشكله يعني قد تكون تواجه جميع الانديه اذا استثنيت نادي النصر جميع الأندية أخرى تواجه مشكلة في عدم توفر ملاعب تدريب بدليل نادي النصر نادي الوحيد اللي عنده ملاعب تدريب مقلطين عليه ناديين مستأذنين يتمرنون معاه قبل تمرينه وبعد تمرينه فالوضع يعني مشكلة في الكويت شنو حلها؟ يوسف البيضان جاء لقى مشكلة موجودة من سنوات
حلها مو بسيط، حلها ان اجتمع وراسل شركة سباير زون مالت قطر اللي مسوي ملاعب كاس العالم، اجتمعوا وياهم وجاء وفد من قطر اسبوع اللي طاف زار ملاعب ارضيات الكويت، وانا كنت على درايه في مكان تواجدهم، مروا استادات الكويت واستاد جابر واستاد النصر، خذوا عينه من الارضيه، ظروف اقامه المباريات في الكويت وودوها المختبر، فحصلوا الارضيات على يعني ايام، وراح يتعاقد وياهم انهم يسوون ارضيات الدوري الكويتي نفس ارضيات قطر، بشرط هذا الشيء المهم، بشرط توفير ملاعب بديله، لا يصير نفس وضعنا الحالي الدوس كله على ملاعب نفسها ما تاخذ راحتها وصيانتها فراح ترجع للمربع الاول. الحين الهيئه قاعد تعمل على شلون توفر ملاعب بديله غير عن الاستاد، كل نادي يكون له ملعبين او ثلاثه على الاقل غير الاستاد، الاستاد تكون ارضيته استاد ارضيات قطر، بلشوا فيها مو مجرد احلام او توقعات، بلشوا فيها واجتمعوا مع الناس ما قصروا الاخوان في قطر، الشيخ احمد بن خليفه رئيس الاتحاد الخليجي، والناس على وشك التوقيع والبدايه باذن الله ملاعبنا السنه الجايه انحلت الارضيه هذه. طيب تفضل. انا على طاري الاستراتيجيه الاخوان الاستراتيجيه، الاتحاد الكويتي انا اوجه رسالتي حق الاخ يوسف البيدان وبشار عبد الله، ان الاتحاد الكويتي قدم لكم استراتيجيه او دراسه للنهوض بالاتحاد الكويتي او عموما الاتحاد الكويتي، فارجو منكم ان يعني اطلعتوا عليها نشروها، شنو ملاحظاتكم، خل وافقتوا عليها ما وافقتوا عليها، لانهم يقولون الحين من احد الاسباب ان ما حد رد علينا بالاستراتيجيه مالتنا، فان شاء الله هذا النداء مني لكم، هذا الاستراتيجيه انا متابعها، ايه؟ ما حد استقبلها، لا الوزير استقبل رئيس الاتحاد ولا المسؤولين بالهيئه استقبلوا رئيس الاتحاد بالنسبه للاستراتيجيه ولا ناقشوها وياه. لا اي نعم، هذا اللي عندي خبر، فلذلك احنا ليش احنا نتكلم عن وضع اسمه، انت توي تتكلم نواف يعني قصدك بيسوي برزنتيشن يعني مو مقدمها؟ اي ما بيسوي برزنتيشن انا شوف انا عندي قناعه ايه. وهذا خلل سواء من معالي الوزير الرياضه او من خلال الاستراتيجيه معالي وزير الرياضه السابق الاخ عبد الرحمن المطير، لحد الان ما شو اللي صار عليه، ما قاعد نشوف شيء على ارض الواقع. الاتحاد الكويتي لكره القدم، انا اي استراتيجيه او خطه زمنيه محدده قبل ما اطبقها وقبل ما انفذها لابد اخذ موافقات الجهات الحكوميه، احنا عندنا بيروقراطيه في الكويت، ما تمشي شيء على تقول لك والله انا اروح الوزاره خلص، لا الا تاخذهم مكتوبه موافقات مكتوبه حتى لا اتورط في عمليه ان عدم موافقه الجهات الحكوميه، فانا ما يصير اسوي استراتيجيه وانا في وضع الحالي بالكويت ولا اقدر انفذها، فلذلك هذا الامر احنا ما نقدر ننفذ ميزان وحده، انت تقول لي النواف مساعد تكلم عن العمل ولا الحين الان في المملكه العربيه السعوديه الثوره الرياضيه الموجوده الان في المملكه العربيه السعوديه من وراها؟ راس الهرم. ما انا اقول لك هي ضمن خطه التنميه. طبعا نفسنا اول. هي ضمن خطه التنميه لاول مره تصير، فبالتالي حتى اللاعبين الاجانب هذا من دافع من الانديه؟ هذا رؤيه حكومه، رؤيه الدوله. صناديق وشركات. رؤيه الدوله. عمي معلومه بس من باب الفائده، يعني المشروع السعودي النصر ملعبه هو نفس ملاعبنا اللي هي الصبه القديمه هذه صح؟ ما قال لك انا اجدد ملعب، احنا كم ملعب بنينا؟ عمي بس كم ملعب بنينا بالعشر سنوات الاخيره؟ اليرموك، خيطان، ذكرني تضامن الى اخره صح؟ الحين صليبي خالد ارضياته شلونها؟ نفس المشاكل صح؟ ما راح تنحل لان اي نادي راح تبني له ملعب راح يتمرن على ملعب بس هناك راح يتمرن 19 هم تدربون عمي ايش المقصد؟ ما يلعبون مباريات ايه؟ انا هذا اللي بوصل لكم اخوان، انا هذا اللي بوصل لكم ان ملعب محافظه خمس ملاعب كل محافظه صح. انت حليت مشكله شنو؟ الملاعب بس هذه موجوده بخطه مبارك ترى انا اقول خطه التنميه الحين للكويت انا اقصد خمس ملاعب أيوة موجوده بس لا تكون تبع عندي بس خلاص لا تكون تبع عندي خلاص انا بشوفها على ارض الواقع احنا نسمع ونقول وننظر لكن بالنهايه لا تكون تبع عندي ميزانيه لا تكون تبع عندي خمس ملاعب لا تكون تبع عندي تكون تبع شنو؟ تبع اتحاد حق التنظيم الدولي مبارك ترى نقطه الميزانيه مهمه لان انت اليوم لما ترصد لك الدوله الميزانيه وراها خلاص ما تقدر تسوي اي شيء، يا يعني انك تطلب زياده للميزانيه وهذا امر يرجع لوزاره الماليه ويرجع للحكومه لتغييرها او زيادتها او اضافتها، او انك من قبل لا ترصد يعني الان مثلا متى ميزانيه الدوله؟ شهر 3 الان قبل لا ترصد الميزانيه يجب ان يكون في تكون هناك جلسه بين الاخ ابو عبد الله يوسف بيدان ورئيس الاتحاد وزير الشباب وزير الماليه لرصد الميزانيه اللي يبون يحطونها حق الاتحاد الكويتي لكره القدم. طبعا بعدين الميزانيات هذه انت او الرياضه بشكل عام طبعا. اي طبعا الميزانيات لازم ترصدها، شوف
انا بضرب مثال على طاري هذا قصه حقيقه واحنا نتكلم عن المدربين ممكن اثرت موضوع المدربين في 76 عندما تم تعاقد مع زوغالو والكلام تكلم فيه اخوي عبد الوهاب البناي كان مدير المنتخب يقول شلون تعاقده مع الاتحاد جاء واحد حق عبد العزيز المخلد هو ابناني عايش في البرازيل قال ايش رايكم اجيب لكم زوغالو وزوغالو ايام شنو زوغالو مصدق قال اجيب لكم زوغالو المهم قال ما عندنا بس ما عندنا فلوس قال كم يبي قال 60,000 دولار 60,000 دولار في تلك الفترة قال والله ما عندنا يقول قمنا رحنا حق عبد احمد سعدون وكان نائب رئيس مجلس الامه فقال المحل راح حق الشيخ سالم الصباح الله يغفر له كان وزير الشؤون وقال له السالفه كذا كذا نبي نمزق قالوا بس ما عندنا ميزانيه ولا عندنا فلوس قام الشيخ سالم قال خلي عندي المشكله عندي الحل راح حق الشيخ سعد كان وزير الشؤون نعم الشيخ سعد الامير الوالد الله يرحمه وقال له كذا طلعوا له فلوس من الحكومه وعطوهم الاتحاد الكويتي لكره القدم في اليوم الثاني تعاقد مو هذا اللي اقصده يعني انت لما تجيب حق فلذلك انا ايش انا اقول لما تجيب حق يوسف البيدان تقول له انا بجيب مورينيو ما يقدر يوسف البيدان يقول له لا ماني معطيك حق مورينيو لا والله مو يجيب له يمكن يحفر له من تحت الارض ما احنا نطلع له فلوس عشان يجيب مورينيو الدوله يجب انت لما يستقطعون الميزانيات مصير الميزانيه الاخيره وين اي نقص في اي ميزانيه في اي هيئه او وزاره يجيبوا ميزانيه الهيئه العامه للرياضه كم مثلا 100 مليون لا اعطوهم 70 مليون كافي عليهم فلذلك دائما الرياضه اخر سلم الاولويات طيب خلينا نروح حق اليوم كان في عرس لنجل اللاعب السابق عايض عبد الله واحنا بصراحه طلعنا الكاميرا لنقطتين النقطه الاولى ما في شك عرس فواز وفواز اخ عزيز ولاعب يعني متعاون معانا امانه هذه شهاده نذكرها حق اخونا فواز بالبركه طبعا بعد المباريات دائما يعني لما يقول اخواننا زملائنا مراسلين ما يردهم ويتواصل معاهم فايز او خسران فايز او خسران بالضبط هذه نقطه النقطه الثانيه ايضا كنا بنقابل عايض عبد الله بصراحه الرجل اللي غايب عن فاحنا نبي اي مناسبه نفس الحين ندور اي مناسبه حق محبوب جمعه حق عبد الله البلوشي صدناي بس بلقاء سريع كذي عموما خلينا نشوف التقرير وبعدها سنه اعتذر عن هذا الخلل الفني اروح حق ارجع للتقرير جاهز تقرير يا شباب طيب عموما انا خل اقول هارلك للمانشستراوية خساره اليوم توه امام بايرن ميونخ 4 امس باللعب هو اليوم امس تو يعني امس قبل برشلونه اليوم مانشستر خسر 4 امام بايرن ميونخ مباراه مثيره وكبيره والله الله يعين محمد كرم يعني انا ما ادري شلون حالته الحين بعد الخساره فريق اكو واحد يجيب اونانا حارس يعني هذا اونانا اوكي عنده يعني يلعب بريله ممكن بس ما ادري بصراحه اونانا يعني وجهه نظري لو عندنا يعني يصير محترف حارس مرمى نيبه حق الساحل نيبه حق اليرموك ممكن يعني يمشي مع الانديه تجيب حق مانشستر اللي اختار اونانا هذا ما عنده سالفه روح حق العرس قول الف مبروك والله يوفقه ويتمم له على خير ان شاء الله والله يوفقه التوفيق الطيب ان شاء الله معايا يستاهل الخير يستاهل الحضور الطيب وما شاء الله يعني حضور يجمل هو يستاهل احنا اليوم جينا نساند اخونا في هالفرحه الكبيره ان شاء الله بتكون ايامه كلها خير وفرح
وسعاده، بنتمنى له دائما التوفيق في حياته وكمان في حياته الجايه باذن الله. اول شيء الله يبارك له ويوفقه ان شاء الله في خطوته هذه، نتمنى له ان شاء الله حياه سعيده. وكواش اقول لك يعني اخوي الصغير ومن انظف الناس وارجل الناس اللي انا عرفته في مجال الرياضه للامانه صراحه. وهالحضور الطيب اللي جاه يستاهله هو، لان سمعته الطيبه خلت الناس كلها هذه تحضر له، عائلتهم وبيتهم سمعتهم كلها طيبه ويستاهلون هالحضور هذا. فاقول له عسى الله يوفقك ويبارك لك ان شاء الله، وما اقدر اقول لك اكثر. انا بنادي السالميه من شهرين، صراحه من افضل الناس اللي تعاملت معاهم، الله يبارك له ويوفقه ويتمم عليه بحياته الجديده، يستاهل كل خير الصراحه. انسان دائما الابتسامة على وجهه مع الكل، والله يوفقه ويبارك له ان شاء الله. اتمنى له التوفيق ان شاء الله في حياته الاسريه. واقول فواز عايض الزواج لا يطيح مستواك ان شاء الله، لان فواز بالنسبه لي من افضل اللاعبين بالكويت. احب ابارك حق فواز عايض واخوانه وكل الموجودين، والله يوفقه ان شاء الله بتجربه جديده وحياه جديده ان شاء الله، واتمنى له كل التوفيق. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، والله يوفقه باذن الله ويرد لنا باسرع وقت ان شاء الله. نبارك حق اخوي فواز، لاعب فواز، لاعب منتخب الكويت فواز عايض. نتمنى له ان شاء الله التوفيق في حياته الجديده اللي هي الاسريه ان شاء الله. اول شيء يعطيكم العافيه فواز عايض، الامانه من مكاسب الرياضه الكويتيه، اخ عزيز علي واسرته الكريمه عزيزه علينا كلنا. مبارك له ان شاء الله، وما شاء الله كل هالحضور الطيب يستاهل فواز عايض. اقول له عسى الله يوفقك، الف مبروك، والله يكتب لك اللي فيه الخير ويرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله. فواز مبروك، اي ويش يو جود لك، اي هوب يو هاف تو ماني بيبيز اند bring his more Fawaz to play with us. Good. I wish all the best for us. نشكر اللي حضر ونشكر هم اللي ما حضر، جملتونا وتفضلتوا علينا بجيتكم لنا، الله يطول اعماركم وان شاء الله نردها لكم بالافراح وما قصرتم. مبروك فواز، مبروك اسرتك الكريمه، وين كنا نتمنى يعني كان موجود العم الغالي رحمه الله عليه صباح الكابتن صباح عبد الله، لكن ان شاء الله موجود في قلوبنا الكابتن صباح وبالافراح دائما. بمبارك النقطه اللي ذكرها ليما، او لا مو ليما، نايف زويد قال ان شاء الله مستواه ما الزواج ياثر على مستوى اللاعب. لا نهائيا، بالعكس، لا الزواج رتب حياه اللاعب. اي استقرار، التزام. بس انا اعتقد فواز بدون قبل الزواج مستواه نزل. يعني بعد الزواج وانا قلت هالكلام هذا يعني حتى في الفترات الاخيره ما كان يلعب بالصف المنتخب كلاعب اساسي، لكن بدايته كانت بدايه قويه. ولا رايح النادي العربي او لا، ويمكن كان يفكر بالزواج، يمكن خايف المدام تطلق تهون شيء، على على المرحوم ولا على ابوه، رايح العربي. بس في مجال ترى، ها في مجال. بسعود طالبين، حرصت على الحضور صراحه في عرس فواز، لان فواز يستاهل واسرته الكريمه يعني تشرفنا، نتشرف في معرفتهم صراحه واحتكاك وياهم. هذه الرياضه فرصه ذهبيه تقربك من جميع الناس، رياضيين وغير رياضيين. يا تستغلها استغلال طيب ويبين معدنك النظيف فيها والناس تحبك وتقرب منك. اليوم شفنا النفوس الطيبه والصافيه في تجمع عرس فواز، يا ان الناس تكرهك وتنفر منك نفس بعض الرياضيين. بعيد عنهم عيال عيض بيض الله وجيه. نعم. بونور، كنا عندك خبر فواز بيروح لك العرب موسم؟ لا. انت 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 لك سوابق، انت وديت حمد القلاف، ما ندري يمكن تودي بعد فواز عايض. والله شوف على طاري هذا، وايد ناس يطرونها. ايه؟ حمد القلاف ترى انا ما وديته من الطريق. انا يعني وديته بس مو من الطريق. لا اي كلمني شيخ تركي. ايه؟ قال لي بونور تبي حمد القلاف بالعربي؟ إيه؟ قلت له منو ما يبي بالعربي؟ هي يبي بالعربي. تتغشمر؟ والله يسمعني الحين. قال والله انا صاج. تبي؟ قلت له ايه. قال السعر الفلاني. قمت ودقيت على عزيز. الله يمسيه بالخير. مسعود تبي القلاف؟ قال لي اكيد ابي.
بالسعر الفلاني، قال ابي. قلت له تركي خلاص. قال لي بسعود انا بسافر بروح وبرد، وتركي قال هم انا بسافر بروح وبرد. يردوا من السفر مخلص هذا، ردوا من السفر إيه اللاعب مع والده وقع بالعربي بهدوء وخالد. طيب الله يوفقه. الله يوفقه. يعني على طاري السالميه، يعني هل تخلي السالميه عن حمد بسبب المطالبات الماليه؟ يعني اليوم في خبر ان الفيفا وقف السالميه من تسجيل لاعبين لان في مستحقات لمحترفه السابق عدي الصيفي. عبد العزيز، انا ودي اتكلم عن نقطه مهمه جدا. انا اول كنت انتقد الانديه الغير جماهيريه كالساحل والتضامن اللي يفرطون بلاعبينهم اللي على مستوى عالي ولا يكون عندهم طموح. انا دائما اقول يعني نادي الساحل مثال، اكثر نادي والنادي الجهر اكثر الناديين وزعوا لاعبينهم على الانديه الاخرى. ليش هذا الطموح مو موجود عند هذه الانديه؟ لو يحتفظون في لاعبينهم يحققون بطولات. اليوم السالميه قاعد يقوم في نفس الدور للاسف، وهذا رساله توجه حق اخوي تركي اليوسف. نادي السالميه قاعد يفرق، نادي السالميه عنده فريق بطل دوري العام او اولت العام ثلاث سنوات الاخيره، فعلا يعني كان المفروض يحقق اكثر من بطوله. فريق والدليل ان اكبر حوالي خمس ست لاعبين في المنتخب واساسيين. اليوم بدا نادي السالميه قاعد يفرق لاعبين المستوى الجيد مثل مبارك الفنيني. ابو بدر استقطب اللاعبين ترى ما مشى الله. منو؟ مبارك. اي مبارك. مبارك الفنيني. اي مبارك. مبارك اثنين مو سهلين يعني. نايف زويد العام. نايف زويد. اي بس قصدي انه من التوب فايف السالميه منافس. اي استراتيجيه عند النادي. ما يشوف بوجود القلاف، بوجود الفنيني، بوجود زويد ما يعرف شيء. نهائيين كاس ما سوى شيء، بس كان منافس. وصلت نهائيين ما سويت لي شيء. انت لاعب، انت تشيلني، انت تنقذني. انا وصلت نهائيين زين. فصارت عند الشيخ تركي الحين استراتيجيه جديده زين. يبا اللي ما يبيني، او انا اقول لكم اللي ما يبي السالميه يروح. اطلعوا ماكو مشكله عنده. اليوم نادي السالميه جدد الفريق، ابديت يعني سواه 180 درجه. على طاري شو اسمه عدي المحترفين، نادي السالميه سجل خمسه خلص، سجل لعب الدوري بالصيف نص السنه. شنو ازمته بالشتويه قصدك؟ هذا الموضوع زين. في مطالبه الحين ياك لازم يكمل بيبي زين. اي على دفعات وعلى اللي اعتقد او انا اللي فهمته ان كل دفعه 30 دولار، مو ذاك شو اسمه، مو ذاك المبلغ. والسالميه خالص يعني خلاص، سجل محترفين الخمسه وسجلهم ولعب الدوري فيهم. نعم. فيعني عاد الحين عاد بسعود الدفعات قصدها. نعم. يعني مو ذيك المشكله الواو يعني بسعود. نعم. هي مو مشكله تخص نادي السالميه كتسجيل لاعبين محترفين لانه سجل خلص. طيب لكن هي مشكله انسانيه في اعطاء الانسان حقه. ياخذ حقه اللاعب، لازم ياخذ حقه. اللاعب لما يجي يقعد وياك ويتنازل عن مبلغه دفعه واحده كان يقدر ويسوي معك تسويه وتتخلف عن سداد الدفعات، هذا خطا من نادي السالميه، اتمنى حله. هذا ترى الايغاف اللي صار من الفيفا لتخلفهم عن سداد دفعات التسويه. يا رجل هي تسويه وهم متخلف عنها، يعني هي تسويه اوريدي، يعني مو من المبلغ الاساسي الاولي، تسويه. نعم. ومتخلف عنها، والمبلغ بسيط نفس ما ذكر بانور، اتمنى يدفعونه لان هذا اللاعب انسان. وشفت انت طلعت الحين من الكويت بيعيش في تركيا، ما تدري شنو ظروفه في تركيا، اعطي الاجير اجره. طيب. يعتبر هذا اللاعب اجير، لازم تعطيه حقه. طيب. موضوع طلعت حمد قلاف، ترى السالميه تعاقد مع فهد صباح ومع الظفيري في هالمركز، ولاعبين مميزين وفرق المبلغ كبير. نعم. طيب. فانا اشوف شغل السالميه يعني الجود من ما جود، لكن قاعد يشتغلون شغل جيد. الله يوفقك. طيب. بروح للفاصل وان شاء الله بعد الفاصل راح نعرض لقاء كابتن عايض عبد الله. صباح
صباحكم الله بالخير. بنتقل لتقرير اللقاء السريع اللي اجريناه مع اللاعب السابق الكابتن عايض عبد الله مع اخوي فهد الصلاح. كابتن عايض عبد الله، ابو عبد الله الف مبروك زفاف ابنك فواز، ابي كلمه حق ولدك فواز. بدايه ارحب فيكم، مشكورين على اللقاء، وبالنسبه لفواز الله ان شاء الله يوفقه والله يهنيه ويسعده ان شاء الله، واشكر قناه العداله على كل شيء سوته او قالته في فواز، والله يعطيكم الصحه والعافيه واتمنى السعاده للجميع، والله يوفق الجميع ان شاء الله لما فيه الخير والبركه باذن الله. عم ابو عبد الله وينك مختفي على الاعلام؟ ما قاعد نشوفك بالاعلام، ما قاعد تطلع بالاعلام. الإعلام قصة طويلة، أعتقد أكثر واحد أذاني ويحن علي اللي هو عبد العزيز عطية، ولكن أنا أعوذ بالله من كلمة أنا ابتعدت حفاظا على الصداقة اللي أكسبها في المجتمع الرياضي والصداقة مع الكل، فحبيت أني أبعد شوية أو أني أوخر مرة واحدة، مع العلم أن كانت الاتصالات كثيرة والطلب من الأخوان في بعض المحطات كثيرة، ولكن يكفي محبة الناس وأشكرهم على اهتمامهم، ولكن لازلت موجود كعايض عبد الله، وأعتقد أني لازلت في خدمة الجميع. شكرا اخوي فهد، شكرا كابتن عايض، يعني محبتك سواء كلاعب او حتى في عملك القيادي الامني كسبت محبه اهل الكويت كلهم لله الحمد، ما زعلت احد ولا احد زعل عليك. وفي كثير من الرياضيين ابو عم بدر عندهم نفس هالوجهه النظر، انه كان يرفض يطلع في الاعلام يخاف يقول كلمه بالضبط، يعني تدري انت الحين لو تقول مثلا الحين انا بقول والله الايقاف سبب الحكومه زعلت عليك، بقول الايقاف سبب الشيخ احمد الفهد زعل علي شيخ، فيقول لك يبا انا خلني لاني قايل لا اتكلم عن الرياضه ولا خلوني كذي احسن. هني بس انا بتكلم عن عايض حقيقه، يعني من الاخوان العزيزين علي، وانا كنت في الصحافه كنت اغطي المباراه، لما جاء هو يا صباح عبد الله النادي العربي كان يعني مو مفاجأة، لكن يعني في ناس يمكن قالوا إنه شلون عيالنا ولا يوينا بالنادي الساحل، لكن النادي العربي حقق إنجازات لم يحققها النادي العربي في تاريخه في وجود عايض عبد الله والمرحوم صباح عبد الله، حقق بطولة الدوري أربع مرات متتالية صح. وكأس الأمير أيضا ما شاء الله في وجود عايض عبد الله وفي وجود صباح، فكانت الفترة الذهبية فعلا للكرة. نعم. بالنسبة لكلامك يعني احنا مشكلتنا في الوضع الحالي، إن لم تكن معي فأنت ضدي. أنا الآن أقعد مع خلف وأقول رأي يختلف عن خلف يقول لا هذا من ربع اسمه متوجه، بعد رأيي احترم رأيي اللي أقوله، ونفس العملية لو فبالتالي في ناس هناك ما يتحملون، يعني ما يحبون يكون في الصراع، يدخلون في الصراع الرياضي وهذا مع هذا مع هذا والمعسكر، فبالتالي يحاول يبتعد. نعم. ويحافظ على تاريخه واسمه، فكثير من الناس. نعم. اللي يمكن اخوي عايض نتكلم الان عدد من انا حاولت فيه ان اسوي حلقه خاصه في المكشوف في ايام كنت اخذ كل يوم خميس، خذيت انا مع صباح الله يرحمه حلقه كامله كانت من الحلقات المتميزه، حاولت وياه بس تهرب طريقه مبارك حسبالك هو شاف اللقطه نايم نوم العواف باشر العيال يورونه. مبارك ايضا والدك الله يطول في عمره الله يجزاك خير، هم ما ادري تنحش من الاعلام ولا لا ما قاعد توجه له دعوات بشكل مباشر ولا العربي مبارك بعد تبي ولا وجه له ابو نور خلي اسمه عشان اتحرش فيه شوي. انا بالدوام كل يوم اذكره فيها بالدوام اول كل يوم اذكره للحين ولا كذي تهرب ها الحين لو نوجه له دعوه اي وياك لا لا كلش مو مع الرياض يعني ما ايش قاعد اقول لك يعني هل
اذا مثلا مرنا الديوانيه ولا شيء نزل عنده صدفه حاطين مباراه اسنا والله عدم ظهوره ما يزعل احد بعد نفس الشيء ولا هو كشخصيه الوالد يعني من عمر يعني هو يعني شخصيه هادئه ثلاث لاعبين او اربع لاعبين انا حاولت وياهم رغم صداقتي معاهم كبيره هو عبد الله على رسم عبد الله بلوشي نعم محبوب جمعه نعم العزيز حسن عادل عباس نعم الاربع ذيله حاولت فيهم بشكل لا تصوره نعم فدائما اقول لهم قلت لهم انتم تاريخكم انتم تاريخ كروي يمشي لازم صح. الاجيال الثانيه تعرف عبد الله بلوشي هذا اللاعب عبد الله بلوشي ما دائما اقول اللاعب الوحيد في تاريخ الكره الكويتيه مع المنتخب عمره ما قاعد احتياط عبد الله بلوشي صح. تصور وبالنادي العربي عمره ما قاعد احتياط ماشي. هاللاعب هذا شوف كم لعب اكثر من 10 سنوات تبعت موقف فمثل هاللاعبين هذيل حرام اكثر نعم. من مره اقول حرام تاريخ مو لاعبين عاديين نعم نعم فكانوا يعني ما نبي وهذا وطبعا في بعضهم يعني انصدموا مثل عبد الله بلوشي ابتعد من صدم نعم. للحدث صار صحيح في صحيح طبعا كيس البنور من المواقف زي نعم تم على ابو بدر دق علي محبوب عبد الله جمعه محبوب جمعه كان يقول لي البلام بحضر معاك مباراه كاس الخليج نعم قلت له محبي بالكويت قسم بالله هذا الحوار بيني ويسمعني ان شاء الله قلت له محبي انت تبي تورني انا عشان اروح انت محبي تقع عمرك روح قال بانور يعرفني انا حتى بعد كذا يدزني ولا يردني ولا كذا وعلى يا معي المباراه حيويين من الحياة نعم يعني لاعب منتخب الكويت ومن ابرز المدافعين بس حيوي ماخذ كل شيء مستحون ماخذ كاساس يخاف كاس عالم واحد يقول له منو انت لا وين دعوتك وين هذا نعم صحيح محبوب رفض مدير فريق قلت له انا مره كانوا مدير لعبه تنس يعني فتره قلت له محبوب انت تاريخ كروي بدل ما تقول لا خلني بعيد استنى اسم ولده قاعد يحب الهدوء صدق جبت عضو لجنه وياي نعم كانوا ترى الناس ما يدرون ان سمير الله يرحمه سمير سعيد الله يرحمه محمود جمعه ما ادري والله مين يعني كانوا 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 ويانا اعضاء بلجنه التدريب والانتخابات محبي قاعد هادي ها محبي قال اللي قلتوه هذا الصح اللي قلتوه هذا لا ما يصير ماكو ما يجادل ما لا 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 طيب خلاص انا يعني بتطرق الى نقطه الاخوان تطرقوا حق اسماء لاعبين سابقين اليوم ترى في لاعبين حاليين وانت قاعد تحتك وياهم هم يرفضون الاعلام صح. في لاعبين حاليين تروح لا 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 وخر لا لا ما ابي لا شنو السبب يعني لاعبين حاليين ما اتكلم عن يمكن رهبه الكاميرا ممكن حيوي يخجل من الكاميرا ممكن اعتقد هذا المعنى ابو سعيد انك تطلع يعني وانك تتكلم في لاعبين ترى حاليين عبد العزيز ليش لان الاعلام اول كان قوي الاعلام قوي صحيح الان مع احترام وتقدير الاعلام يعني ما نقيسه في الفتره اللي كانوا فيها ويدري ابو امنر كان اعلام قوي الصفحات الرياضيه يا رجل الناس اللاعبين يقعد الفير انا لاعبنا ممكن اقعد وياه نقعد الفير عشان نشوف شنو كاتبين السياسة شنو كاتبين القبيل شنو كاتبين الوطن شنو كاتبين يمكن تعدد المصادر العامة ولا وكان عمالقة محللين على مستوى عالي محللين كويتيين والأخوان من جمهورية مصر فكان إعلام قوي احنا عندنا إعلام مع احترام نعم ولا شو أول الصراعات لكن الصراعات 86 أول مقابلة لي سواها لي بقدر القبس شذي بالنص صفحتين أول مقابلة سياسة أول مقابلة لي سياسة ماكو أول ماكو محطات نعم. ولا اكو شيء على الله على خمس جرايد قبس والسياسة والرأي العام كان رأي العام إيه بالوطن والأنباء بس نعم. صحيح أقول لك بس كانت تحكي دش الغرور حق صفحتين صفحتين ولا شو اسمه مارادونا ما يسوي خلص كنت بتعلق بأنور قال نقطة والله يعني أنا باخذها نوه فيها الأندية قال بعض اللاعبين ما يبي نجوم حققوا ما يبون يروحوا الأندية يخاف يرد اللي على الباب يقول أنت من ولا ما يعرف تاريخه هذه نقطة ترى مهمة وحصل في السيزن اللي طاف في الديربي تكلمنا عن يمكن فرج لهيب أو بوزيد تكلم عن لاعب ردوه فهذه يعني رسالة للأندية يبوا التفتوا حق نجومكم كل نادي يعني نجومه يرسل لهم دعوات
في حال تحقيق بطوله يفتح لهم الملعب المباريات المهم يحط لهم كراسي باساميهم يا رجل النجوم. شو اللي يمنعك تحط كرسي؟ انت الملعب فاضي عمره ما فول الملعب، حط كراسي محترمه باساميهم. اذا حضر في يوم من الايام هذا يقعد على كرسيه من اسمه اسمه موجود سواه في استاد جابر ما نعرف لكن فتره اتمنى هذه تكون موجوده في الانديه صراحه. طيب انا بروح لتقرير استطلاع اجروه الاخوان مع بعض الرياضيين حول التعاون الثلاثي اللي تم ما بين قناة الاي تي في ومنصة شاشة والاتحاد الكويتي كرة القدم. لكن أنا في خبر ودائما أنا بصراحة أشيد في عمل الإخوان في مجلس أبو ظبي الرياضي وعلى رأسهم طبعا الشيخ رئيس المجلس وأيضا مدير المجلس أخوي عارف العواني وأخوي أيضا سهيل العريفي إذا مخرجنا بس مشكور. بوظبي وبالتعاون مع مجلس بوظبي الرياضي ستحتضن معسكر منتخب مصر لكرة القدم خلال فترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل هي أيام الفيفا داي، وسأيضا يستضيف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين مبارتين من العيار الثقيل، مصر أمام زامبيا ومصر أمام الجزائر. يعني أنا دائما أشيد في عمل الإخوان في مجلس بوظبي ودائما يحاولون يعني يطلعون بأفكار جديدة، هذه من الأفكار المهمة جدا. الجالية المصرية في دولة الإمارات جالية كبيرة، وإحنا شفنا يمكن أكثر من مرة أقاموا كأس السوبر من ضمن يعني أنشطة الإخوان في مجلس أبو ظبي الرياضي. اليوم وشفنا حضور جماهيري الملعب ما شاء الله فل عن بكرة تبي. اليوم أيضا فكرة استضافة معسكر منتخب مصر، أنا يعني دائما أشيد في عملكم يا أخوي عارف العواني وأنت والإخوان اللي معاك، بصراحة أفكاركم مميزة ودائما تحاولون أن يعني تثرون بوظبي رياضيا من خلال الحركة الدؤوبة والمستمرة للأنشطة الرياضية، فكل الشكر لكم على هذه الفكرة. ومنتخب مصر يستاهل هذه الاستضافة ويستاهل أيضا استضافة منتخب الجزائري الشقيق بنجوم الكبار العمالقة أيضا اللي يلعبون في أوروبا. خل أروح حق الاستطلاع اللي أجروه الإخوان حول التعاون الثلاثي بين الاتحاد ومنصة شاشة قناة الاي تي في. طلال ابي رايك بالتعاون اللي صار من قناه الاي تي في مع قناه شاشه بالنقل الدولي رسميا. والله طبعا لما يكون في راعي او ناقل عفوا رسمي لبطوله الدوري يزيد الدوري حلاوه. قناه الاي تي في غنيه عن التعريف، قناه مميزه في برامجها في طرحها، دائما ما تكون متابعه من الكل. في الفترات الاخيره شفنا كل جميع برامجها كانت ناجحه، فاكيد انه راح يكون يعني قوة للاعبين الموجودين بالدوري وقوة للدوري نفسه انه يكون منقول على الاي تي في. اول شيء بادرة طيبة طبعا هذه اللي نسمعها ان الاي تي في صاروا مع شاشة وينقلون مباريات الدوري. بإذن الله شيء حلو ويفرحنا احنا كلاعبين اول شيء قبل لا يفرح الجمهور ان اي تي في من الكويت دشت مع شاشة تنقل مباريات، فان شاء الله بداية طيبة لكم طبعا وللدوري وبادرة طيبة صراحة من شاشة ومن الاي تي في. اول شيء نشكر جميع من ساهم في هذا التعاون امانة، يعني الجمهور الكويتي يمكن يحتاج يشوف المباريات على التلفزيون. نشكر قناة العدالة، نشكر الاتحاد الكويتي على التعاون، وبإذن الله إن شاء الله يستمتعون في الدوري الكويتي السنة. شكرا طبعا لأخوي فهد الصلاح وشكرا للزملاء الإخوان اللي أبدوا رأيهم. عم بدر يعني اليوم إحنا يعني من أول ما بدأ الدوري كنا نبحث عن هذه النقطة، يعني إنه يعني موضوع التطبيق صحيح الإخوان في منصة شاشة حاولوا وحرصوا إنه يكون التطبيق على أعلى مستوى، إنه يعني يكون واضح ويكون أيضا مشاهد، لكن اليوم تبقى أيضا شاشة التلفزيون لها أيضا مشاهدينها ولها جمهورها. صحيح. أنا يمكن أشهد في الإخوان في القبس ومنصة شاشة وكانت خطوة جدا موفقة، لكن طبعا الجماهير الرياضية يعني ما كانوا يعني مطلعين على النقل اللي في هذه المنصة وما يدرون في كثير من الدوريات تنقل عن طريق هذا، لكن حقيقة أثبت الإخوان أنهم قاعد يعملون بشكل جيد. أنت بتكلم لي عن وكان يحتاجون إلى نقل تلفزيون يشوفونها بالتلفزيون، وخصوصا يعني كبار السن والحريم وكذا ما عارفين يعني يطلعون. صعبة تشوف تطبيق صعبة أو أنك يعني تشوفها في طريقة تلفون.
وبالتالي انا اعتقد يعني انا شهادتي مجروحه في اي تي في يعني نعم. انا يمكن احد ابناء هذه القناه وطبعا ما انتهضت هذه القناه وتطورت الا في وجود قياده يعني نعم. وجود اخوي محمد احمد الفضلي اخوي العزيز صديق العزيز هذا الشخص حقيقه يعني مكسب اعلامي ليس للمحطه اي في اي مكان ينجح دائما فعسى الله وفقه واكيد يعني نقل هذه المباراه من خلال هذه المحطه المميزه الان اللي الان اصبحت لها يعني برامج ومسلسلات وحتى اعلانات هذا يؤكد بان هذه القناه قاعد تتطور من افضل افضل نعم. وانا اعتقد هي ضربه معلم انا اراها من خلال بث مباريات دوري زين ابتداء من الجوله الثالثه نعم. من خلال هذه القناه وان شاء الله راح يكون لها صدى كبير ان شاء الله خلال الفتره القادمه مبارك اليوم ايضا خل نعطي الاخوان في منصه شاشه ايضا يعني حقهم اليوم قاعد يحاولون سمعنا يمكن محاولات استقطاب معلقين سواء من سلطنة عمان من الإمارات على فكرة أدم يعني أنا أيضا عندي معلومات أن أيضا في برامج نعم برامج مصاحبة وبرامج أخرى نعم حتى نعم حوارية راح تكون حلو خلال الشاشة وهذا يعني يعني يعطي بداية مبشرة بالخير فهذه جزئية مهمة يعني الإخوان في شاشة مو بس بنقل دوري وخلاص يعني يحاولون أيضا يعني التميز سواء على مستوى المعلقين على مستوى النقل على مستوى البرامج فشيء على مستوى الاستديو التحليلي لما استعانوا ايضا واعلنوا التوقيع مع هشام الخلص فاليوم الاخوان في شاشه قاعد يحاولون ايضا ان يعطون الدوري الكويتي مكانته بالعكس كل الامور قاعد تشير وقاعد تبشر بحله جديده لنقل جديد يعني راح نشوف ان شاء الله شيء جديد من ناحيه محللين من ناحيه استديو مثل ما تفضلت من ناحيه تقديم شيء طبيعي يعني قناة شاشة دائما كأي بداية أخوي سعود دائما كل بداية تكون فيها صعوبات نوعا ما صحيح صحيح وللأمانة يعني هم وفروا إمكانيات طيبة بالبداية من ناحية قلنا عنهم المحللين والمعلقين لكن حاليا مع التعاون اللي مقدم من قناة الاي تي في يعني قناة الاي تي في أنا خاف أتكلم عنكم يعني عندكم قاعد أجاملكم لا للأمانة قناة يعني خبرتها كافية خصوصا بالمجال الرياضي من خلال البرامج اللي قدمتها بالسنوات اللي طافت من خلال الإمكانيات الموجودة راح تكون يعني صراحه دمج وراح تكون ان شاء الله خلطه حلوه ان شاء الله بالاول والاخير يستفيد منها مثل ما قال اخوي نعم اخوي نعم الكبير ابو نور قال لك يعني الاطفال والناس الكبار شنو ذنبهم ما يعرف يدش على منصه بيطالع مباراه فراح تكون بمثابه الجميع قناه يغير يحط على قناه اي تي في نتمنى ان شاء الله تكون هالدمج هذا للصالح العام ان نطالع دوري بصوره خياليه وبالاول والاخير اسال الله يوفقكم ان شاء الله وتكون تجربه جديده يا ابو سعيد. نتمنى ايضا الجمهور يساعدنا ايضا ابو بنور يعني من ناحيه لازم يحضر المباريات اليوم الجمهور تسولف انا ويا ابو بدر موضوع اوكي يعني اول يمكن التطبيق قال لك التطبيق خلى الجمهور شوي مثلا يتعنى يروح يحضر فاليوم اذا صار نقل البعض خايف انه والله الجمهور ها يتعايز يعني نتمنى الجمهور طبعا يحضر يعني انا امس قاعد اشوف استاذ ازادي يشيل 100,000 نعم صح هذول اللي هموا عليهم بلنتي ما تلقى مكان ويا رونالدو بعد صحيح والنصر عليهم عقوبه نعم عليهم الجمهور تونا نسولف عن بدر بعض الانديه اللي يبي لها شويه عشان تدخل الجمهور ما عندها جماهير تتسوي عشان كذي انت تشوف يعني الجماهير هي تعطي الحلاوه هي تعطي الدافع حق اللاعب عليك بالحكي ترى هي توجه اللاعب ساعات اثناء المباراه فالجماهير تزعل على اللاعب وترضى على اللاعب زين فالجمهور اليوم فعلا مثل ما قالوا في نجم يعني في نجم محترف يجذب الجمهور يعني انا اذكر قبل في ناس يقول انا جاي بشوف غلاسيو إيه؟ يقول لك بشوف اياندو بالعربي بشوف بصه صح. ما في النجم الستار السوبر ستار اللي يخلي نعم. الجمهور يقول لك انا بحضر بشوف اللاعب الفلاني إيه؟ نعم. الحاج عيسى غلاسيو صح يعني النجم النجم يجيب لك يجيب الجمهور هذه النقطة جاسم يعقوب جيل جاسم يعقوب وفيصل الدخيل ربوا جمهور حق القادسية ترى يا اخوان صح هذه النقطة بس اسال فيها خلف ترى البعض يقول لك في صولة في الخنيسي في مرهون في انا كنت احضر الفنيني في خاب الان مع العربي يعني هذا بس يقعد على دكه يقعد على دكه حتى كرم يبي يروح الحمام يعني لازم في انت ذاك اليوم تقول بيبي فوت ماي يعني برا الملعب اتكلم عن شغلات هذه عوامل تساعد الجمهور نعم
نعم مسعود، انا كنت احضر يعني ابو مبارك رجعنا سنوات بعيده، الموسم اللي طاف ليل الموسم اللي طاف انا كنت احضر المباريات استمتع في السنوسي، صعب اطوف لعبه العربي استمتع في السنوسي. شكرا بنورت الاجابه. لا والله ناس بس لاعب. طيب مسعود، موضوع الجماهير السيمفونيه مريح للعين، السنوسي الله يرده ان شاء الله مره ثانيه سواء العربي او غير العربي، الحضور الجماهيري بسعود لا نوقف عنده صراحه، ما يمر مرور الكرام، نطالب ان الجمهور يحضر، بس ليش يحضر الجمهور؟ هل المستوى الفني عالي؟ لا. لا. هل المنشاه مريحه؟ لا. لا. هل في حوافز؟ لا. وفر لي شيء مع هذا قاعد يحضرون، مع هذا يحضرون، مع هذا انت رافع اسعار التذاكر عليهم. يا اخي يا انديه تعاونوا، ال 300 دينار اللي بطلع من المباراه، والله بعض المباريات يعني انا حاضر مثلا الكويت وكاظمه السالميه وكاظمه، يعني اللي مو لقاتي عرب طرف فيها، ترى الجمهور 300 واحد تاخذ منه تذكره 3 دنانير، كم بتطلع 600 دينار؟ شنو بتغنيك 600 دينار هذه؟ نرجع للنقطه الاساسيه، دور المنشاه خلاص. الانديه يجب ان تتعاون مع الجماهير وتجذب الجماهير انها طيب. تخلي الحضور بالمجان. طيب. انا هذا رايي طيب. لان مو ذاك المدخول، امر اخر اللي... لا الحين حتى الفتره الاخيره انا قاص تذاكر، انا مباراه الكويت كاظمه الاخيره انا قاص 3 دنانير حق طيب. ربعي انا اعلامي بس حق ربعي انا قاص لهم طيب 3 دنانير المباراه الاخيره بسعود يلغون التذاكر، هذا واحد. اثنين، الاتحاد سمعنا من مسؤولين ان في فائض مليونين في الاتحاد، مليونين دينار، وعندك شركه راعيه، يا اخي خصص جزء للجمهور، خصص مسابقات للجمهور، خصص جوائز للجمهور، خلي يطلع لاعب يشوت كره للجمهور يمسك هذا الشركه زين، الشركه الراعيه المفروض كلها دور يعني في هذا. لا لا نطالب، لا نطالب الجمهور بالحضور، بالحضور لا مستوى الاحترام للجمهور. طيب بروح للقاء سريع اجراه اخونا احمد العنزي مع زميله اعلاميه قديره في قنوات بي ان سبورت اختنا انيا الفندي. وقبل لا اروح للتغرير بس انا بنوه لنقطه، ان شاء الله اليوم الزمالك يبدا مشواره في الدوري المصري، مباراه مهمه من العيار الثقيل، مباراه صعبه بصراحه مع بيراميدز في ملعب بيراميدز، يعني مباراه مو سهله، بيراميدز من الفرق اللي تطورت في الفتره الاخيره، لذلك نتمنى ان شاء الله يعني حضور جماهيري، الرئيس اللي تعودنا عليه حضور جماهيري، وهذه نقطه مهمه. يعني اليوم انا ملاحظتي على الاخوان، اتمنى يعني اليوم الجيش المصري يقدر يحافظ على امن وامان مصر لله الحمد من كافه الحدود، فمو معقوله ما يقدر يحفظ امن وامان ملعب، لذلك اتمنى السماح للحضور الجماهيري بكامل سعه الاستاد، حتى ايضا احنا نشوف المباريات بجماليه الجمهور المصري بصيحات الجمهور المصري وخاصه جمهور الزمالك، لذلك احنا دعواتنا ان شاء الله للزمالك اليوم بالتوفيق امام بيراميدز. بروح للتغرير، لكن قبل اروح التغرير اقول كلنا الزمالك. صراحه اعتقد بانه هذه العقليات الذكوريه بدات يعني بصراحه تختفي، لاني انا طبعا كما تعلم عملت في قناه بي ان سبورتس الرياضيه في قطر، واحتضننا كثير من الفعاليات الرياضية، واليوم في كأس عالم للسيدات في كرة القدم، هذه الرياضة التي كان يرى البعض بأنها حكر على الرجال، المرأة اليوم موجودة في التنس. أيوة، لكن أقول لك شيء، في منتخبات عربية أو عفوا عالمية نسائية أفضل كثير من بعض المنتخبات الرجالية في العالم، فلما تقول لي أنت مثلا منتخب البرازيل ولا أمريكا للسيدات حتشوف يعني مهارات وإبداعات رائعة جدا، فأعتقد أنه المرأة اليوم متواجدة بقوة في الإعلام الرياضي من خلال طبعا بي ان سبورتس وغيرها من القنوات المختصة في عالم الرياضة، ونحن خلاص أخذنا مكانكم وسحبنا البساط. يعني أنا كنت في التلفزيون الجزائري وبعدين انتقلت لبي ان سبورتس، وحاليا سأخوض تجربة إعلامية جديدة في دولة أيضا غالية على قلبي، بس نخليها لوقتها. طيب من تشجعين عالميا؟ برشلونة ولا مدريدية؟ شوف أنت لو سألتني هذا السؤال في الاستوديو التحليلي نحن ممنوع الرياضي، يعني برا الاستوديو، نحن برا الاستوديو. أنا بصراحة من عشاق الملكي ريال مدريد، يعني شوف لما وقع كريستيانو رونالدو مع الدوري السعودي كان في بعض الأقلام اللي انتقدت أنه هذا لاعب عالمي نجم عالمي بده يروح لدوري عربي، لكن الدوري السعودي دوري قوي جدا، يعني أنا بصراحة
أنا مع خيار كريستيانو رونالدو أنه يروح على الدوري السعودي، وبصراحة ضد خيار ميسي اللي اختار الدوري الأمريكي. شو رأيك أنه راح الدوري الأمريكي؟ أنا في اعتقادي أنه مش سيفقد شعبيته، هو ميسي نجم طبعا، لكن في الوطن العربي مين يا ابن الحلال سيستيقظ فجرا لمتابعة الدوري الأمريكي؟ يعني توقيته غير توقيتنا. كإعلامية عربية أفتخر بالنجاحات العربية، يعني محرز ومحمد صلاح، طبعا كريم بنزيما الفرنسي ذو الأصول الجزائرية. طوني كنت مدريدية، أكيد حاليا في الدوري السعودي تشجعين النصر مع رونالدو؟ والله شوف، أنا بحب النصر، بس بحب يعني في كثير، يعني الهلال السعودي، يعني في كثير أندية أنا كثير بحبها، بس أنا وين ما بيكون رونالدو أنا معاه. يعني شكرا اخوي احمد العنزي، شكرا لزميلتنا آنيا الفندي، والله يوفقك ان شاء الله في مهمتك القادمه، ونشكرك على تلبيه الدعوه وحضورك الكويت وشرفتينا ونورتينا. عموما انا بختم بتوقعات ضيوفنا لنتيجه مباراه الكويت والبحرين المنتخب الاولمبي ان شاء الله اليوم الساعه 11. شنو تتوقع النتيجه؟ والله نتوقع التعادل السلبي. سلبي تعادل ما سلبي يعني ايجابي سلبي من التعادل بوينو. تبي التوقع ولا توقع مو الأمنية؟ مو الأمنية؟ إيه؟ توقع أنا يمكن تعادل إيجابي، واحد الكل، واحد يعني صفر صفر. نعم خلاص والله أتوقع وأتمنى تكون، لا أتمنى شيء، أتمنى كلنا أتمنى بروحي أتمنى تكون صحوة كويتية وفوز ثلاث نقاط، واتوقع يخطفون الفوز، يفاجئون الجميع ان شاء الله. 1-0 ان شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. قبل لا اختم، الحساب اللي اخترته لكم اليوم، بما ان الريال طبعا فاز بصعوبه على يونيون برلين، وايضا بما ان زميلتنا آنيا ايضا رياليه، فعشان خاطر الرياليه جميعا اخترت لكم حساب ريالي لاخونا محمود. محمود شو يقول؟ ريال مدريد ليس مجرد نادي، ريال مدريد اسلوب حياه. فأخونا محمود حاط صورة لكورتوا وفينيسيوس وغولر والتركي وكارفاخال حاضرين مباراة اليوم في البرنابيو، حاط أيضا فيديو للقطة الفوز، حاط بيلينغهام أيضا مع جائزة رجل المباراة. عموما أخونا محمود حسابك رائع يا أخوي محمود، الأخبار، الفيديوهات، الصور اللي قاعد تعرضها، يعني فعلا متابع جيد لريال مدريد وعاشق جيد لريال مدريد. كل الشكر لك على هذا الحساب الرائع، وادعو الجميع لمتابعه حساب اخونا المبدع محمود، وما ادري من وين صراحه، لكن يعني نتشرف فيك في اي من اي بلد كنت. في الختام شكر لضيوفنا ومحللينا، شكرا استاذنا الغدير واعلامينا الغدير مطلق نصار، شكرا اخوي نواف مطيري، وسلامي لوالدك الكريم، شكرا لخليل البلام، شكرا لزميلنا ايضا خلف العنزي، شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه شنغال للسيارات، بني العميد، البنك الاهلي الكويتي، مطعم شاورما بن عمي، مطعم ايضا بس كباب، شكر لدير اندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلا جي بوزيز في الكويت، شكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه، شكر لمتادور ديزاين. بس بنوه يوم السبت ان شاء الله في مباراه منتظره ومرتقبه في دوري نجوم اكسبو قطر، هي بين الريان والعربي، مباراه ثقيله بالتاكيد، الكل يمكن يبي يشوف فيراتي في اول ظهور له رسمي. نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه جميله ونشوف جمهور جميل يحضر في مباراة الريان والعربي. أنا يعني إن شاء الله تحصل الفرصة وأحضر هالمباراة، دعواتنا وأمنياتنا إن شاء الله للريان، كلنا الريان. أنا رايح بالعربي حق مصطفى.